أسعد الله مساءكم بكل خير. أحياناً تمر فيك مصيبة، هم، غم، كربة. أنت ركز معايا، هل مرت بك هذه الحالة؟ لا مرت بك المصيبة، لا مر بك الهم اللي أنت فيه، تحس نفسك مقبل على الله، كأن ولنا في قصة يونس عبرة. يونس عليه السلام ألهمه الله الدعاء وهو في بطن الحوت. بالمناسبة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأنقذه الله مما هو فيه. إذا جاك هذا الإحساس، ترى هذا الإحساس إذان بأن الفرج قريب، إذان بأن رحمة الله ستتوالى عليك. بالمناسبة إذا أصابك هم، كنت في ضائقة، فقل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالذي أنقذ يونس وهو في ظلمات البحر ليس بعاجز أن ينقذك وأنت في هذه الحياة تسير. من تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة لا يمسه في ذلك اليوم سم ولا سحر، قالها النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينطق عن الهوى. الله تبارك وتعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه. خص النبي عليه الصلاة والسلام العجوة من سائر التمور، أكيد لأشمور كثيرة في جسد الإنسان. لا، أبا أتكلم لكم عن نص الحديث، سم ولا سحر. اليوم أنت أيها الأب، أيتها الأم، الوالدة، الأخ، الأخت، إذا ما كان في بيتك من هذه العجوة، ترى ظلمت نفسك وظلمت من تعول. الحياة اليوم فيها أذى وشرور، أذى جان، أذى بشر، من السحر، من السم، من الأمور المؤذية. هذه وصية من النبي عليه الصلاة والسلام تحفظك بإذن الله، بإذن الله، منها شرور سبع تمرات من عجوة المدينة. مهمتي أنا إن أدلك على منتج من عجوة المدينة بطل ويبيض الوجه. كرم النخيل من المنتجات المجربة. أبو حشر، وعجوة المدينة في بيتك؟ عجوة المدينة شيء أساسي في بيتي يا أبو. وانت رجال عندك ذريه واولاد ما شاء الله تبارك الرحمن. والله شوف اذا جولك عيال تعرف الاحساس هذا، في همور حمايه الله سبحانه وتعالى. اذا بغيتها لعيالك ولبيتك فانت عندك دليل واحد اللي هو خط الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي يوصيك بهالرسول اتبعه وابشر بالخير وتفتك من هم انك تخاف على عيالك. خلاص اتكل على الله وامشي مع درب الرسول وابشر بالحماية من الله سبحانه وتعالى، ما هم من غيره. كرم النخيل اليوم ما هو وليد اللحظة، أبا عن جد، عن 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 سابع جد، ما شاء الله تبارك الرحمن. أول شيء شرفتني أبو عمر في محلك ومزارعك، الله يطول عمرك. يا مرحبا يا أبو حمد، الله يطول عمرك ويعافيك إن شاء الله. مبروك على المليون منتج، اللهم لك. وهذا إن دل إنما يدل على تكرار الشراء، والناس يعني أعجبوا بالمنتج الطيب. ومهمتنا إحنا كمشاهير، كوسائل تواصل، نوصل للناس المنتج الطيب. السوق مليان، لكن كرم النخيل يشهد له الناس ومزايا المدينة تشهد. الحمد لله كرم النخيل باعوا اليوم ما شاء الله أكثر مليون منتج. بهذه المناسبة استحدثنا هذا الباكج، باكج المليون اللي يحتوي على 8 منتجات ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. الباكج كان سعره 284، لكن احنا خلينا بهذه المناسبة 249 ريال، ووزعنا على الناس بما اننا مبسوطين وبنسعد الناس كلهم. ما يخلو باكج طال عمرك من سيارة 2023. هذه في حال اشترى الرجال، اي احد طال عمرك يشتري الباكج هذا بيحصل ايفون او سلام، سيارة 2023 او قسيمة شرائية بقيمة 30 ريال. يا جماعة الكل فايز معك. ابغى اقول لكم حاجة، انتم لا تشترون عشان السيارة. صحيح. ولا عشان الجوائز. نعم. المنتج بطل بطل. بس اسالك، فيها المعمول هذا اللين موجود في المنتج؟ موجود طبعا. اسالك بالله. نعم شوفوا هنا ما شاء الله باكثر من نوع، اربع انواع. تدري المعمول هذه بيني وبينه علاقة حب، الله قال عنها المتنبي من 20 سنة. انت عارف هذا نصف كيلو ابو عمر؟ بيض الله. الله يجزاك مليون عافية. انت تجي مع المنتج؟ لا انا طلبي خاص. هذا هو الباكيج اللي عليه العرض ب 249 ريال. الباكيج منوع ومجربه مخلد. يا ابو عمر انا استخدمه من 3 سنين للامانة، وعندي ناس اصلا محتاجين حلا وهم معهم سكر، ما يقدرون ياكلون التمر ولا البسكيت ولا السناكات ولا انواع التمر. يعني العجوه ممتازه لحقين السكر؟ اي نعم اي نعم، ومتابعينك كلهم فيهم خير، وسالهم وراح يقولون لك اللي جربوا العجوة. العجوة رهيبة يا ابو عمر، وغير كذا سعرها مناسب، وانا اضمن لك ان اللي يجربها اذا
واخذت فترة يعني كل ما أوشك قالت يا أبو غازي جيب لنا عجوة. والله يستاهلون كرم النخل، منتجهم طيب، وما باعوا المليون إلا لأن منتج الطحينة هذه. والطحين هذا ب249 ريال شامل الضريبة والتوصيل، غير مسموح لك، ترى الكمية محدودة، لذلك ما هم سامحين لأي شخص أكثر من 3، فإلحق وترها العافية في هذا الباكيج. ما عليكم، بس أنتم قلوا من طرف مخد اللي مع باء خطيب ويعطوكم مالكم. وش توقعاتك يا دكتور عن العجوة؟ هلا هلا والله أبو عمر، شلونك؟ العجوة الآن خلاص انجضت، لأنه دخل سهيل تلمس التمر بالليل، هذا كناية على كثرة خراف الثمار، لكن العجوة الآن خلاص تعتبر العجوة من أوائل التمور هي و... يا مرحبا بريحة هلي والله العظيم، اللي يشوفكم من بعيد كذا من جدة كريم وشوكر دادي وشغل والله بعدك والله بعدين فين الشماغ والعقال العلوم الدنيا خلاص ما يحتاج انت لابس راسل لي مندوب هنا والله صح غباك غباك انت خايف والله اقول لك حاجه قول والله تعال في فلوس قول والله قسم بالله طابع لي طابع لي اصلا الجو ابرد من جدة اصلا طيب حلوه اي والله العظيم كلمني والله اجي يا ابو حشر هلا هلا يا ابو عمر والله يا جايب لك شاعر تعرف انا ما اقدر اما انا افس كله بالشعر من هو جايب لك شاعر من شبابه شاعر حرب ونعم وكفو خلاص حربي أيه؟ انا وقع بالعشر لان الشعر عند حرب لا والله انهم هم اهل ما عليك زود اي والله والله ما عليك زود يا مرحبا يا ابو غازي يا هلا يا ابو خطيب يا مرحبا بابو غازي الاسم اللي انا احبه الله يسلمك ما واحب شبابه الله يرفع قدرك يقول انت شكلك تبى تصير شاعر ما تدري كيف صح بعدين الحمد لله اعرف الشعر من عيونه بالله اعرف الشعر من عيونه هذا شاعر يا ابو هذا شاعر ناظر عيوني اقول لك بحاجه انت عندك كبري الاثنين يا الحربي عطني اللي اعطيتني اياه دوبك اللي يقول الضياع ما تشلم العالم من الكذب والزور طبائع ما هي عليهم جديده الكوره الارضيه تلف وتدور وانتم تبون الناس يمشون شيد ادري يعني ذوقك خليك شمنقه حبش تزرع فور يطلع عدس والله والله كلامك كويس شوف زي انا قاعد اقول لكم يا من اول بس انتم ما تفهمون لكن جبت لك بطريقه الشعر خلك كذا كذا ما تمشي وصلت يعني الكره الارضيه تلف وتدور خلاص والله هذا جوي صدق جوي ما انا عارف الجو طب انا سؤال انا كيف اصير شاعر قابلني هواه يا طلع عمر ولا طلع عمرك ولا ابوك شاعر ان شاء الله ان شاء الله ولا احد خالك شاعر لا شوف العيال يتفاهم معهم من الحلم لا نمت لا نمت انزلك بتصير اسمع لا تقفلها لا رحت واذا رحت لوحدك هاوجس على نفسك تصير شاعر تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال في واحد اسمه أبو عامر الراهب هذا رجال أيام الجاهلية تنصر فيوم جاء الإسلام فر للكفار جو بعض المنافقين كانوا يعظمونه كان يعني معظم عند الكفار جو بعض المنافقين بنوا مسجد لأبو عامر وقصدوا به التفرقة بين المسلمين فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بهدمه وقد هدم كان اسمه مسجد الضرار قالوا يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين وهذا مسجد قباء أول مسجد بني في الإسلام يقول النبي عليه الصلاة والسلام ماء زمزم ماء مباركة إنها طعام طعم وشفاء سقم أنا ماني عارف كيف الموية غلقت يلا ايوه يا مرحبا يا ابو فهد هلا والله ابو عمر وش الجوله اللي اخذتنا فيها يا اخي جوله عبر الزمن والله صراحه استانسنا يا اخي رجعنا للتاريخ الله الله يا اخي يوم تمشي في هذا المكان وتعرف انه ابو بكر مشى من هنا عمر مشى من هنا ونبي عليه الصلاه والسلام كان جالس هنا يا اخي تعيش روحانيه صدقت والله اي أيوة والله العظيم بما اننا في 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 دار النبي وصحبه الكرام في المدينه النبويه وايش تقول عن المدينه للمتابعين ابو فهد المدينه وما ادراك ما المدينه دار الهجره مدينه تحرسها الملائكه غير المدينه لا والله يقول المصطفى عليه الصلاه والسلام على انقاب المدينه ملائكه لا يدخلها الطاعون ولا الدجال يحرسونها الى اليوم حديث
أو حكم شرعي أو قصة من قصص الصحابة. أما الصديق رضي الله عنه يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: ما لأحد عندنا يد إلا وكافأناه بها، خلا أبا بكر فإن له عندنا يد يكافئه بها الله يوم القيامة. يقول ما في أحد في الإسلام عمل معروف إلا كافأناه في الدنيا. يقول أبو بكر ما نقدر نكافئه، يقول الله عز وجل يكافئه يوم القيامة. تدري من الاستاذ أبو بكر الصديق بإذن الله؟ الشياطين كانت تهاب الفاروق، وسمي بالفاروق لأنه فرق بين الحق والباطل. وفي زمنه سقطت أكبر إمبراطوريتين في العالم، إمبراطورية كسرى فارس وإمبراطورية الروم. أبا رضي الله عنه المدينة وأبا تراب علي رضي الله عنه وارضاه، علي بن أبي طالب من أشجع من سار على الأرض. في يوم الخندق يوم حفروا الخندق وجاءت قريش، جاء فارس قريش عمرو بن ود. هذا عمرو بن ود ما قابل أحد إلا فلق هامته، كل واحد قابل وقتل. فتسور الخندق وقال من يبارزني؟ فبرز عليه علي، برز إليه علي بن أبي طالب. فيوم شافه قال الرجل، قال علي، قال يا علي أبوك كان صديقي في الجاهلية، يا علي لا أريد أن أريق دمك. قال أما أنا فإني أريد أن أريق دمك. قال يا علي استصغروك فأرسلوك. قال بل استحقروك فأرسلوني. فبدأ بدت بينهم القتال والمبارزة، فثار الغبار حتى سمع الصحابة علي يقول الله أكبر. جندل عمرو بن ود اللي هو يعتبر من أشجع العرب. الله. علي بن أبي طالب مناقبه كثيرة. رجعها. لا ما عليك. مخلد عارف إني بروح الطائف ورجال قوي، لكن هذا أهم شيء. ولد أنا منتبه من نفسي، ما يحتاج تنبه الناس علي. تسمع؟ أنا أبشر بالعلم الطيب أبو تميم. بركب على اللي كل ما يتون سلقير تقول ينفر بها من القاع جني. عاد أنت ممكن الآن متعة حياتك الآن. ما هم متعة والله أنا الوقت شرى، متى تبون إن شاء الله تدخلون جدة. الحين الساعة واحدة إن شاء الله، واحدة ونص أنتم بقدم الله. يا ساتر أقول لك أمشي على القطار يا أخويا. القطار ما فيه رحلة إلا 7 الصبح، عندك تصل جدة تشبع نوم. خطيب انت بالابو انت متى بتجينا يا سعيد؟ متى ما تبون يجيك بجيك. تبون امشي معكم الحين؟ بيض الله وجهك. وخلي علي ما عندي مشكله. لا ما كل خليه والله ما تخلي. والله لا خليهم يا رجال، لو هذه معي ما هرجتها والله. بسم الله خير يا ابو علي. الله يسعدكم. يلا امشي معايا جده. والله يا ابو تميم اسوي لك جدول قوي، بكره فعاليات، لا خليك تنبسط. لا والله لا انا رايحين بيها متضايق والدنيا سنسم. اقول لك حاجه، حتقول لي بيض الله وجهك يا محمد، بكره فعاليات. تم. لا 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 اجننك بكره. بيض الله وجهك. تم. بس جهز غداك بكره. يا جماعه يجوز زي كذا؟ يجوز شرعا؟ يجوز شرعا؟ شرعا يجوز. جهز غداك بكره. حنجيب بكره من العجائز الغداء. والله لا خليك انت اللي جهز الغداء.